تحدي السفر الطويل. أنا وأخواني راح نبدأ اللعبة من جراج في الصحراء، وراح يكون في سيارة نحاول نضبطها وننظفها ونسوي لها صيانة عشان نمسك خط السفر، وراح تواجهنا تحديات وصعوبات في الطريق. خلونا نبدأ. مستعدون اليوم أنا وأخواني راح نلعب هذه اللعبة الجميلة، ما ندري ما جربناها قبل، بس على السريع كذا عشان نفهم وش السالفة، لكن بندخل الحين وبنبدأ اللعبة. أوكي يلا يسعود. دقيقة، لايك يا شباب، تكفون لايك. اوكي زي ما تشوفون على الشاشه، من اللي ميت هنا؟ هاي اوه هذه السياره. اوكي افتح. اوكي الصحراء سفوني والله السفاري. من هنا كمان هاي سلام. نايم انا في المخ، رايح الحمام. ترى رايح الحمام. تعال تمشي. سلام عليكم. يا شباب انا السائق. لا سعود نبي نقسم المهمات. طيب الواحد سيارة تشتغل بس خلينا نظفها. سعد جرب السيارة، جربها مشطة شباب. طلع السيارة برا. طلع سعد الكبير. ايوه سعد شغل عادي. ذا مو بذا غير عادي. وش شغلها ما مشكلتك. اوكي شباب طلعنا السيارة برا البيت. ايه وين راح؟ اسحب السيارة. اوه انقلبت. بسم الله وقفت. دقيقة انا وشو ما ادري وش، بس دفوا يا شباب دفوا السيارة. خلاص خلينا نشتغل هنا بس. والله وسخ السيارة. هي وسخ السيارة يا شباب. وش انا معي مقرسة. اوكي وين الماكينة؟ تعال تفكر. ترى هنا افتح الماكينة. لدف. اوكي عيال خلينا نجيب شيء ننظف فيه. الموية البنزين. شباب ادخلوا الجراج شيء. اوكي عيال معي هذا. انا بروح اشتغل. تعال تعال وش تعال بننظف السيارة. تعال طيب اخر بلبقها عند الباب. اخر يلا تعال. وش تسوون؟ اسلم تسلملي. خلاص انا زين. تمام انزل شباب. تنظيف السيارة اول شيء. والله رايحة فيها. ايوه حلو دحون قاعد يلمع السيارة. شباب فهمتي هذه تير المصدي البني الصدى. اوكي في شيء؟ طب معلك بعدين. سعود شوف مقلوبة هي. لقيت هذا يا شباب. هاي طحت. سعود الشنطة حقتها قدام تصير. ايه شباب ماكينة ورا. شباب لقيت ليفا. لقيت بخاخ. ايش سوي ذا؟ سعود لقيت ليفا. القزاز تلميع. بطل القزاز. يلا قدام. حلو سعود عشان نروح رحلة لازم نضبط السيارة. يلا نضبط السيارة. هذا ضبط القزاز الحين. طبعا شفت. يا سلام. اوكي تنظيف. سعود ناقص موية هنا. شوف وين ورا. اوه والله سعود شوف نظفتها. حلو شوف اوف والله. ايوه شوف تلمع. شوف ايوه هذه دحوم انت للصدى. والله يدك طويله يا عبد الله. يدك طويله. نظف. طيب سعود شوف تمشي معي. بروح اعبي مويه ورا مكتوب. يلا عب دحوم. ايوه وقف حمام مسدس. مسدس لا نحتاجه لو جانا وحوش ولا شيء. ها فول يا سعود. بنزين فول. البنزين عطني الليفه. شوف البيت ايش داخله وناخذ كل الادوات الموجوده لما نستفيد منها. وين؟ اوه شفتها. اوكي عب بنزين. عب فاضي في 0.5 من 32. اوف هذه بنزين. في غاز مكتوب. في جول. في هذا وش هو؟ هذا هو غاز. جبه العلبه. وخر وين في؟ هنا اوكي وخر بسم الله. وين يا ولد؟ هنا عب يلا قاعد عبي. يا سلام عبي فول البنزين. بنروح بس السفر. بس خلص السفر. اوي مين معه اوي يجي هنا يعبي بنزين؟ اوي هذا وشو؟ اوي يلا انا جايب هذا الجيك هذا ما ادري وشو. يلا اقرا وشو. انت عبي سيارتنا مويه. يا سلام هذا لقيت الدنسان. لقيت الاويل. جبه لا وخر هذا هذا خلاص دحوم زين. فل طب هذه بنحطها في الشاشة. شوفوا يا شباب شوفوا الاويل فل وش اسمه المويه فل. سكر الحين باقينا بنزين. هذا معي بنزين. ها جيب تعال عبي يا سعود هنا. يلا ما اقدر الف يا ولد. سيارتنا يا اخي سيارتنا. معليش ما اقدر الف. حلو يا سلام يا سعود. حط كل شيء. عبي الفل. اسمعوا دبروا لنا بنزين نحطه في الشنطه عشان اذا مسكنا خط وفضل بنزين عبي. دقيقة يلا لعبة دريفت العرب. إذا أنت تحب السيارات وتعديل السيارات والدريفت والهجولة حمل لعبة دريفت العرب بشكل مجاني موجود على الأندرويد. أنواع السيارات موجودة تختار على كيفك وتعدل اللون والأشياء وتضبط الكفرات وتشغل الشيلة اللي تبي وتبدأ الدريفت. طيب
طيب سيارتنا الان شبه جاهزه بس في كفر هنا تعبان يا سعد. وين يا سعود؟ هنا 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 لازم تغير الكفر يا هذا يا شباب. صدي صدي انا احل لك مشكله صدق الحين. انا معي بويه زي البويه. شوف شلت هذه سبقت سياره. بابا انا معكم سبقت سياره يا ولد والله. اوف تغير لونها. ايش اللون الجميل هذا؟ اوكي هلا سوني راكب ورا انا الحاله. دقيقه باقي هذا الباب ما سبقته شيء. اخي ما غيرت الكفر سعود. الباب هذا ترى الليفه خربانه ما اقدر انظفه. يهو مو بلازم خلينا نمشي يا سعود. يا عيال يا خير كفر. انا يا شباب تراني فنان. عبد الله اعطوني كفر. هذا يا حبيبي وانت تقمن تراس كذا داخل. يلا يلا معليش. يلا روح غير الكفر يلا. ما عليكم خبره. ايوه نزل حلو. شوف في كفر جديد هنا حطه. وين الكفر الجديد؟ قدام السيارة يا حبيبي. ايوه سعود ذا باخذ استبنه ذا. وشو؟ هذا معي. جيبوا احتياط. حط الكفر الجديد. يا سلام. اوف يا سلام. يا عيني. حلو. نمشي. اصبر. باخذ الكفر ذا معنا. دقيقة بكلم معليش. وش تكلم انت؟ تعال. بنروح مشوار. سفر سعود شوف ايش حطيت. كفر احتياط. ها كفر واويل. طيب بجيب احتياط بعد. خلاص سكر الشنطة. حلو. ها شكل صورة فلوك السيارة. سعد انت خذيت ذي. ها هذا خذيت. وين بتحطه انت سعد؟ وشو؟ ما يخش. بشوف يكفي بنزين. اي يكفي رجال. دقيقة غير. خلاص ضبطنا سيارتنا الحين كل شيء تمام. اصبر سعود. كفر جديد وبنزين وامور تمام. ايش معك انت؟ هذه مصديه خلينا نبدلها. هو من اللي شال السياره؟ انا الرجل اللي محت. دقيقه اصبغ الباب ذا باقي ذا. ايوه اصبغ سعود. ترى ركبنا يا ابن عشرة. ترى بمشي. لا تمشي. اصبر امشي بسعد. اركب ورا انا قدام وخر يا عبد الله. ابشر بس تلمي. ما يزين لازم اخلص سياره جاهزه. معك فلوس اركب بس. اركب اخلص. طيب يا والله معطلنا الباب. اوه هنا دحوم. افتح الباب. فاتح له. دقيقه خلينا نفتح دريشه. اوكي بسم الله. لا يلا مع السلامه. يلا ركبنا لمبه. يلا امشي والله. شباب قدام الشباب. سعود شو شغلت سيارة؟ يلا تراسك. يلا راسك غريب. يلا حطه بالاول. ايوه يا سلام. نبغاه عشق عطها سي حرف السي. شوف يا حبيبي ذول اخواني ورا. بطي ايش فيكم تقصون؟ بطي ايه رقصون. السيارة فيها مشكلة. سعود وش فيها؟ وش فيها تحرك كذا؟ اتوقع نفس ال شو اسمه؟ مقلشة. ايش فيه؟ بشغل ثانية. يلا شغل. شكله حاط على نمرة. روح. في احد سحب الجرن؟ ايه سحب الجرن؟ انت وانا اقول وش فيه؟ اخر مرة بشغل. اواني توترت. يلا روح. بسم الله حطه بالاول. ايوه والله سعد. يا سلام. شغل مرة ثانية. ما عم يسوق سعد. ما عم يسوق بالله سعود. عبد الله انزل اركب رجال. انزل يا سعد. بسم الله يا اخي. من يطفيها انت؟ ايوه امشي روح. ايوه يا سعدي مشت السياره. يا سلام. لا كهلك. روح ما في شيء. عادي روح شو هذي؟ بس ايش مفقع السياره يا شباب. لكن تحت شيء. لحظه ليكم ما ركب الكفر كويس ذا. لا راكب. شباب وش تهني كذا؟ انت قاعد تعشق. حط النمره الثانيه. خليني بنزل. اصبر بنزل معه. دقيقه اشوف ايش السالفه. بنزل الامور زينه يا ولد. بنزل في اللعبه ذا الكفر. اصبر هذا لازم. وشو هذا اللي هنا؟ سعد جرب. ما سكرت ثاني البنزين. ايش صار؟ والله مفتوح. كم في؟ في 67. في شباب وش هذا اليمين؟ وقف انت حيوانات. وقف لا هذا وشو؟ دباب. وف دباب. انا دباب. وقف محطه قديمه فيها. اصبر اوه ايش ذي؟ ما حد يركب. شباب مشينا خمس دقائق بالسياره. بالله بنزين بينتهي البنزين. ايه ينزل بالدباب انت. وش ذي؟ خليه يشتغل. ايش بك هنا؟ خلوني. لقيت اوه سعود. بنزين سعود. في شيء هنا. وين؟ يا والله دخل. يا شباب مع السلامة. هلو والله عبد الله. مع السلامة. ذي حقت سياكل. ما تحول. واحد ثاني. راح بركب معك. وش الوحش؟ الحين بركب معك. يلا شباب الحين لازم نستغل الوضع ونعبي البنزين عشان نكمل الخط. لقيت يا سعود. لقيت. حلو. شوف معي. والله؟ معي شوف بعبي. انا لقيت شيء. عب دبابي. هذا يصبغ الظاهر. يصبغ السيارة. هذا سعدنا من هذا. يا سلام.
اي والله احنا في محطة. اي والله محطة مهجورة لقينا في الطريق ولقينا فيها بنزين عشان نعبي ونكمل مواصلة السير. دقيقة اعطونا اعطونا بنزين شوي هنا. شباب ترى جاء المغرب تقريبا. والله والله شوف نام شوي هنا المحطة. نام شوي هنا. اوكي يا شباب عبينا امورنا بنزين من هذه المحطة المهجورة وراح نكمل السير باذن الله السفر. ليش الدم؟ طريق طريق طويل يا شباب. في دم هنا في السيارة. صاب. عندي جف في ارنب صاقع. اوف. ركبتوا كلكم؟ ايه 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 يلا يلا يلا. روح روح روح. والله السفر صدقي خلينا الدباب هنا ما نستفيد منه. مو دباب سيكل. سيكل ولا دباب يلا اي شيء. اقول. لازم الشباب نلقى محطة ترى سياراتنا خلاص. والله خلاص معدومة يا شباب شوفوا الشباب تعبانين هنا وقاعدين يرقصون. يلا. يلا بنمسك الخط الحين السفر ونكمل نبغى محطة كبيرة ضروري يا سعود ضروري نلقى فيها أغراض وأشياء حلوة زي ما تشوفون على الشاشة. أنا جالس الآن في السيارة مع إخواني نبغى محطة عشان يعني نبغى أغراض. سعود طولنا يا سعود سفر صدقي والله لا. شوف أنا مسوي زوم قاعد أتفرج في السفر والله كنا سفر صدقي ما جت محطة يا ولد. طيب أبي الحمام حسران ما فيه لازم محطة الحين. هد هد هد. انت ترى في اشياء هنا انت سعد وش في هنا اشياء حصلت انت والله سواقتك انت عينك ذي المفقوعه يا شي. يلا يلا نبغى محطه عشان بس نوقف فيها. اوكي شباب واحنا في خط السفر هذا لقينا سفينه نشوفها من بعيد شوفون هناك سفينه مهجوره يا سعود والله سفينه يمكن فيها عده يا شباب بنزين ولا شيء. لاحظوا في الصحراء اي والله السحرة صح هذه شوف على ايام اجدادنا كان في بحر هنا. لا يا شيخ اقول سك سك زين بس تبون ربحتكم يلا 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 تبون تبون لا بس 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 باري بننقلب بس بس يوم وصلنا السفينه لا 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 شوف على اليسار وش ذا في شيء على اليسار هذا وش كنا روبلوكس ها مراقبه برج مراقبه يمكن والله ما ادري عموما قربنا من السفينه قاعد اشوف يا شباب متحمس للسفينه يلا 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 يا سواي يا اعطيكم العيون تمام اصدم هاي بغير الاصدم والله بتخرب السياره قربنا خلاص سووا تحمسوني يا شباب يلا لا لا السواقه وصلنا للسفينه يا شباب في تحت كذا وقف 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 لحد ينزل انا اوقف السياره طيب يلا وصلنا للسفينه المهجوره والله كبيره طلعت كبيره يا شباب ننزل وضعيه خلاص انزلوا يلا يلا يا شباب يلا بسم الله وش السفينه كبيره دقيقة دقيقة شباب وقف 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 شباب بنزين هذا كله غاز بس 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 دقيقة وقفوا شباب إلى هنا بنوقف الجزء الأول من هذه السلسلة بنخليها سلسلة أوكي حلو المقطع الجاي بنستكشف إيش موجود في السفينة وبنكمل السفر يلا لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وشوفكم إن شاء الله المقطع الجاي أوه السلام